كبار العالم هم ليسوا إلا أقزام بالنسبة أمام الإنسانية التي تحطمت أمام أوجههم الحقيقية وأقنعتهم التي سقطت. اليوم هذا العالم لا يساوي شيء لأنه لا يحترم لا إنسانية ولا مبادئ ولا أي شيء. الشيء اللي يخلي العالم أننا نؤمن بهذه المؤسسات والهيئات وينصحوننا ويعطونا العبر في احترام حقوق الإنسان وهم لا وجود لأي حق عندهم ولأي كان، ربما لحيواناتهم وليس للإنسان المتواجد في غزة وفي فلسطين.